السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كل سنة طيبين. رمضان خلاص في شهر 3، ففاضل عليه ايه، حوالي 3 شهور. لازم نستعد من دلوقتي لرمضان. طبعا أول حاجة نستعد دينيا، ونحن نبتدي نصوم عشان نتعود على الصيام في رمضان، اللي ما بيصومش يعني 2 وخميس، حتى لو نصوم يوم واحد كل شهر. تاني حاجة هنستعد ايه في الميزانية. طبعا ما يجيش علينا رمضان ونيجي قبل رمضان بأسبوعين ولا بتاعة أسابيع ولا حتى بشهر نقول هننزل نجيب خزين رمضان، وطبعا هيبقى مكلف جدا وهنصرف فلوس كتير قوي. فاحنا نستعد من دلوقتي. وطبعا كل حاجة دلوقتي بقت غالية قوي، فاحنا ايه نحاول ان احنا ايه نوفر على قد ما نقدر. فاحنا اللي عنده تموين هيشيل من التموين بتاعه كل شهر أي حاجة. اللي ما عندوش تموين ويجيب احتياجاته الشهريه كل اول شهر هيجيب برضه، هيشيل برضه كل شهر حاجه. يعني مثلا نبتدي من اول الشهر ده نشيل من حاجه الشهر ده، نشيل مثلا كيس دقيق، كيسين دقيق على قد ما تجيب. يعني انت وانت بتشتري مشترياتك الشهريه هاتي زياده، هاتي كل حاجه زياده كيس او كيسين على قد ما تقدري تجيبي. يعني مثلا دلوقتي هتجيبي دقيق، هاتي كيس او كيسين دقيق زياده. انا شايله كيس من الشهر اللي فات وكيس من الشهر ده، هنكمل عليهم طبعا لغايه رمضان نكون شايلين كميه كويسه باذن الله. المكرونه كذلك انا جايبه شايله 2 شعريه وايه، وشايله واحده اللي هي الصغيره دي الفواكه، وشايله 2 سباجيتي عشان احنا هنحل سباجيتي اكتر. هنشيل المكرونات برضو حسب كمان انت بتحتاجيها. كله 6 بيت، عارفه ميزانيه بيتها ايه، وعارفه ان هي اللي بتستخدمه ايه في الشهر، وعارفه احتياجاتها اكتر ايه، وعارفه اكتر حاجات تستخدمها في رمضان ايه، كان رز سكر دقيق كده يعني. برضو السكر ده مش هيلملي التموين. هتشيلي برضو كل شهر كيس كيسين على قد ما تقدري، وعلى قد انت بتستحتاجي سكر في رمضان قد ايه. في ناس ما بتستهلكش سكر كتير، بتجيب عصاير جاهزه وكده. في ناس بتعمل زي كده، بتعمل عصايرها كلها في البيت، فمحتاج كميه سكر كبيره جدا، فبشيل كل شهر حاجه. برضو في ورق الزبده بنحتاجه كتير في رمضان، الصواني بقى والحاجات من دي بنستخدمها كتير، فبرضو جبت واحده وشلتها لرمضان. تمام. دي البسبوسه برضو بستخدمه كتير قوي في رمضان، عشان البسبوسه والحاجات دي طبعا بتبقى حلوه في رمضان، فبجيب كيلو وشيلته هتشيل رمضان. برضو عدس ما تضمنيش تقعدي تعملي حاجه في رمضان بيه، يبقى موجود. عندنا الاكياس بتاعت اللي هي الفرن دي برضو حلوه جدا، هتشوي تعملي فرخه فيها، هتعملي اي حاجه بتبقى حلوه جدا، موجوده في البيت بصراحه. وكمان لو حط في منها احجام، يعني في احجام للفراخ، وفي احجام كبيره للبط، وفي احجام اكبر للديك الروم والحاجات دي. شوفي انت هتستخدمي ايه في رمضان، وانت ما تجيبيش حاجه ملهاش لازمه نظرا للغلاء اللي احنا فيه ده، وهتجيبي استخداماتك اللي انت تستخدميها بس. تكتبي طلباتك كلها قبل ما تنزلي عشان تبقي عارفه انت هتحتاجي ايه وما تحتاجيش ايه، ما تجيبيش حاجه ملهاش لازمه. تفرغي دولاب المطبخ عندك والتلاجة، وتشوفي احتياجاتك ايه، الحاجات اللي انت بتحتاجيها والحاجات اللي ناقصه عندك، تكتبيها في ورقه وتجيبيها عشان ما تروحيش سوبر ماركت تبقي قاعده بتفكري هتجيبي ايه وهتعملي ايه. انا مره واحده نزلت من غير ما اكتب، وصراحه كنت ناسيه حاجات ياما، وفي حاجات ياما ما عرفتش اجيبها عشان ما كتبتش. لكن انا بكتب ورقه على التلاجة كده تتحط، ويتكتب عليها ايه، اي حاجه تنقص تكتبيها، اي حاجه تنقص تكتبيها، هتيجي نازله هتاخدي الورقه دي معاكي عارفه احتياجاتك لو انت مش عايزه تفريزي المطبخ قبل ما تنزلي، وده اسهل عليكي يعني. تمام. لبن بودره برضو بنحتاجه كتير قوي في رمضان، عشان هنعمل مع بعض ان شاء الله الجلاش بالكريمه او بالقشطه، والكنافه برضو بالقشطه، هعملها لكم ان شاء الله بطريقه حلوه تعجبكم. فبنحتاج اللبن البودره ياما قوي في رمضان، فالكيس ده انا جبته وشايلاه لرمضان. طبعا زبده فرن او جنه، شوفي انت المتوفر. طبعا السعر غلى قوي دلوقتي، بس هتجيبي واحده هتشيلها كده رمضان. وانا هعمل معاكم برضو من وش اللبن، هنحوش وش اللبن، هعمل معاكم منه قشطه وزبده، هنعمل منه قشطه وسمنه صحيح، هنعملها سمنه فلاحي برضو ان شاء الله، هنعملها في فيديو كده مع بعض باذن الله. برضو هتوفر معاكي كتير قوي، هتشيليها برضو رمضان، هتستخدميها كل شهر. انا بعملها كل شهر، ما بشتريش سمنه فلاحي من بره. تمام. الصلصه برضو بنستخدمها ياما في رمضان، برضو كل شهر. سواء بلاكي تومين، في التومين في زبده، في صلصه هتجيبيها وتشيليها، مفيش يبقى خلاص هتشتري مع احتياجاتك برضو اللي بتشتريها كل شهر، تشتري واحده صلصه وتشيليها معاكي، سواء بواكي بقى صغيره، علب، اي حاجه. البواكي بتبقى حلوه فان انت بتستخدميها مره واحده، ما بتبص ولا حاجه، بتستخدمي مره على قد المره بتاعتك وخلاص. الزيت بتشيلي برضو زيت على قد ما رمضان بيحتاج زيت ياما قوي،
للقلي وللقطايف والحاجات دي بنقلي كتير. فشيلي معاكي التوابل، هتشيلي من التوابل كل شهر ازازه، طبعا التوابل مفهوش زيت كتير، فهتشيلي ازازه كل شهر. ما مالكيش توابل برضو وانت بتشتري، اعملي ميزانيتك كده انك تشتري ازازه زياده كل شهر. يبقى احنا كده هنجيب كل شهر ان شاء الله كان لنا توابل، هنشتري من التوابل كل شهر حاجه، كل شهر من التوابل هنشيل حاجه من اللي انت بتجيبيها، هاتي حاجه زياده وشيليها. طبعا التوابل ما بيكفيش حاجه دلوقتي، فبنضطر نشتري تاني من بره، فبرضه اللي بتشتري من بره هتشيلي كل شهر اي حاجه، حتى لو كيس مكرونه، كيس سكر، كيس رز، اي حاجه. طبعا الدقيق دلوقتي مفيش في التموين فبنشتريه من بره، فهتشيلي برضو ايه كيس دقيق كل شهر من اللي انت بتشتريه من ميزانيتك كل شهر. ماشي تمام كده. الجوال اللي احنا هنوفره ده كله هيجي علينا رمضان، هيبقى عندك خزينه رمضان، ويبقى بيتك مليان بالخير دايما. في نفس الوقت الفلوس اللي انت كنت هتشتري بيها الخزين دي، اشتري بيها ايام مش رمضان، اشتري بيها هدوم العيد، هتنفعك. ايه طبعا التوفير بينفع في اي حاجه، طبعا زي ما بيقولوا ايه القرش الاسود بينفع في اللون الابيض. ماشي. غير برضو التفريزات، احنا هنشيل هنعمل يعني اي حاجه انت مفرزاها بتفرزي، تشوفي الاوان الحاجات اللي بتتفرز اليومين دول وهنفرزها مع بعض. والحاجات اللي مفرزاها من زمان شيلي منها، حاولي تشيلي منها كيس، ما تطلعيش كله وتعمليه، شيلي منه كيس كده، انسيه في درج كده، اعملي لك درج في الجيب فريزر، وشيلي منه كيس ملوخيه، كيس باميه، الحاجات اللي انت مفرزاها شيلي منها كيس وانسيهم لرمضان. طبعا مش هتعملي اكتر من طبخه في الاسبوع. تمام. هنشيل ايه تاني؟ هنشيل توابل. انا ما شلتش لسه التوابل، بس هبتدي برضو اجيب معاكم التوابل واشيلها ان شاء الله، هشيل من كل نوع كده كيس. الملح هنشيل، المسحوق برضو، ولسه عايزه اجيب ورق الفويل ان شاء الله. اي حاجه هنحتاجها بتحتاجيها وانت عارفه انت بتستخدمي ايه في رمضان هتجيبيها وهتشيليها. ماشي. هيجي علينا رمضان ان شاء الله بيتنا مليان خير وبركه باذن الله دايما يا رب. ماشي. اهم حاجه بقى انت دلوقتي، انا شايله دلوقتي فاضل لسه 3 شهور على رمضان وانا شايله الحاجات دي، الشهر الجاي ان شاء الله بطلع الحاجات القديمه دي استخدمها واشيل مكانها الحاجات الجديده، بحيث ان الحاجات ما تبقاش قاعده ايه مركونه 3 او 4 شهور لغايه رمضان. يعني طلع القديم ونحط بداله الجديد ونستخدم القديم في اي حاجات انت بتستخدميها. تمام. وان شاء الله مع بعض يعني كده ايه. وبرده في فكره كمان، ان انت ممكن الحاجات اللي انت شايلاها دي طبعا عشان تاخدي ثواب، برده هتشيلي تاخدي مثلا انت شايله كيسين سكر، هتشيلي كيس سكر، كيس رز، كيس مكرونه، كيس دقيق، وهتعملي شنطه وتحطي فيها ازازه زيت مثلا، وتعملي الشنطه دي رمضان. الشنطه دي طبعا تطلعي ملكه صمايله ومن صدقه، هتطلعيها ايه شنطه رمضان لاي حد انت تعرفيه غلبان محتاج. هنعمل برده الشنطه دي مع بعض ان شاء الله قبل رمضان، هناخد من كل حاجه احنا شايلينها حاجه ونعمل لها شنطه او شنطتين زي ما انت ربنا ميقدرك وتقدري تعملي كده، اعملي كده. ودي فكره حلوه قوي يعني، يا ريت تعملوها يعني وتاخدوا الثواب فيها. طبعا خليكي شاطره وخليكي موفره في بيتك، الدنيا بقت صعبه، كل حاجه بقت غاليه، لازم نتعلم نوفر ازاي في البيت، ولازم نتعلم ندبر امورنا ازاي ونعمل كده. لو عملتي كده كل سنه، لو تقدري تعملي كده من رمضان اللي هيجي بقى لغايه رمضان اللي جاي، لو شلتي كل شهر حاجه واحده، حتى لو مش كل الحاجات، لو كل شلتي نوع او نوعين كل شهر، هتلاقي نفسك يجي على رمضان عندك كمية كبيرة جدا من الخزين، مش هتحتاجي تشتري أي حاجة إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله كده نوفر وندمر مع بعض ونقول أفكار لبعض كده نستفيد منها إن شاء الله بإذن الله. طبعا زي ما احنا متفقين، طول ما احنا واقفين نستغفر ونصلي على النبي ونحوكل وناخد حسنات كتير بإذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو كده سهل وبسيط، ويا رب تكونوا استفدتوا منه وتستفادوا منه، ويا رب اللي هيعمل كده زيي يكتب لي في التعليقات ان هو هيعمل كده. يا ريت بقى لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.